من هي أول أميرة سمراء في بلاد أوروبي؟ كيف تقبلها القصر الملكي؟ ومن هو الأمير الأوروبي الذي تزوج بها؟ عن هذه الأسئلة أعزائي سنجيب في هذا الفيديو من قناتنا منارت الثقافة. ندعوك طبعا عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في قناتنا وإلى تفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد ننشره. أول أميرة سمراء تتزوج من أمير أوروبي هي أنجيلا جيسلا براون، التي ولدت في 3 فبراير سنة 1958 في بنما. هي زوجة الأمير ماكسيميليان، الابن الثاني لأمير ليختنشتاين الحالي هانس أدام. سبق وأن نشرنا فيديو عن هذا الأخير، ذكرنا فيه أنه يحكم مملكة مستقلة داخليا تقع في سويسرا. لم يرفض أمير ليختنشتاين المنفتح جدا زواج ابنه من امرأة إفريقية، وصاحب قراره الكثير من الدعم لابنه. وفي سنة 1999 أعلن البلاط الملكي في إمارة ليختنشتاين عن خطبة الأمير ماكسيميليان وأنجيلا جيسلا براون. تمت مراسم الزفاف في 29 يناير سنة 2000، ولقد حضر الأمير الوالد هذا الحفل في الوقت الذي صدم هذا القرار بعض أعضاء الأسرة المالكة. تعتبر الأميرة أنجيلا أول امرأة من أصل إفريقي تتزوج من أحد أفراد سلالة أوروبية حاكمة. وبالنسبة لحياتها المهنية، فقد أنهت أنجيلا تعليمها الثانوي في نيويورك، ثم درست تصميم الأزياء وتخرجت من الجامعة لتحصل بعد ذلك على جائزة أوسكار دي لارينتا. أنشأت الأميرة البنامية الأوروبية علامة أزياء خاصة بها وأسمتها أبراون. وبعد سنة واحدة من زواجها من الأمير، أنجبت منه ابنا واحدا فقط، هو الأمير ألفونس الذي ولد في لندن سنة 2001، وهو طبعا من ورثة العرش. ومنذ زواجها تشارك الأميرة أنجيلا مع ابنها وزوجها في المناسبات الاحتفالية في الإمارة. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.